حلقة جديدة من بودكاست أحاديث بتشبهنا، بقدم لكم إياها أنا دانا أبو لبن. واليوم الحلقة مستوحاة من كتاب اعتبره معظم الأشخاص اللي قرأوه منعطف حقيقي بحياتهم. كتاب لو قرأته ما فيك تعيش حياتك كأنك ما قرأته، بيعرفك على حالك من أول وجديد. هذا الكتاب اسمه السماح بالرحيل أو Letting Go للكاتب ديفيد هوكينج. هذا الكتاب مبني على فكرة تبدو بظاهرها بسيطة لكنها عميقة جدا جدا جدا. كل المشاعر اللي بنحسها، سعادتنا الشخصية، لا المجتمع مسؤول عنها، ولا البيئة المحيطة، ولا الظروف، ولا الحظ، نحن المسؤولين عنها. نحن المسؤول الأول والأخير والأهم. بيطرح الكتاب سؤال مهم جدا: إذا كانت السعادة موجودة في داخلنا، ليش منشعر بالحزن بكتير من الأحيان؟ والإجابة كمان بسيطة وعميقة وصعبة جدا بنفس الوقت، لأنه بمعظم الأحيان ما منتعامل مع مشاعرنا بالشكل الصحيح. الكاتب بيقول أنه في ثلاث طرق بيتعامل فيها الإنسان مع مشاعره السلبية بالذات: يا أما بيكبتها وبيحاول أنه يعيش ولا كأنه هاي المشاعر موجودة، بيمر بتجربة صعبة، حالة وفاة، خسارة عمل، خسارة شخص مقرب، انفصال، بيكبت المشاعر وبيكمل حياته كأنه ما صار شيء. وممكن يروح عند صديق أو عند طبيب نفسي أو يفضفض ويحكي، كمان هذا مش الحل. والطريقة الثالثة هي الهروب، بصير يلهي حاله بأشياء أخرى لحتى يعيش ولا كأنه هاي المشاعر موجودة. اللي بيصير هو أنه كل هاي المشاعر السلبية بتتراكم بجواتنا وبتطلع بأوقات بتفاجئنا، لهيك نحن بنشعر بالحزن. ولحتى ما نشعر بالحزن أو نخفف من هاي المشاعر لازم نتعامل معها، والحل كتير صادم وصعب. لازم تواجه مشاعرك، يعني تحس فيها، تسمح لنفسك إنك تشعر بالحزن وبالخيبة وبالضياع وبالغضب وبالحيرة وبكل هاي المشاعر اللي تعتبر سلبية، لحتى تقدر تتعامل معها بالشكل الصحيح. هذا الكتاب من أعلى الكتب تقييماً، هو بست سيلر، تقييمه 4 out of 5 على Goodreads، وهذا تقييم صعب جداً يوصل له كتاب. وزي ما قلت لكم أثر بحياة ناس بشكل كبير، وذكرني بعبارة باللهجة المصرية بحبها كتير ودائماً بذكر حالي فيها: الحاجة اللي تخاف منها اعملها عشان تبطل تخاف. أفكار حلوة كتير وعميقة وصعبة، رح أحاول اليوم أني أفهمها أكتر وأحكي عنها مع زميلة وصديقة الإعلامية الجميلة قلباً وقالباً هند بومشمر. يسعد صباحك ومبسوطة جداً أني موجودة معك واختزلتي روح جزء الكبير من الكتاب، وأنت بتحكي أخذتيني في الصفحات اللي كنت أنا عم بقرأ في الكتاب. كتير مبسوطة أني موجودة معك. أهلا وسهلا فيكي هند، وشكراً على الاختيار. بصراحة قلتي لي عن الكتاب وعطول رحت سمعته كتاب صوتي، فعليا حسيت بكل المشاعر اللي انت وصفتي لي اياها. بدي اعرف انت ليه وقع اختيارك عليه وكيف كان اثره عليك لما قراتيه. دانا، انت حكيتي انه انت سمعتي للكتاب، وانا يمكن تحت الهوى حكينا انه في نقاط معينه في هذا الكتاب ما حتوقف عندها، مثل ما انت ممكن تتصفحها وتقراها لاول مره حرف بحرف، حتغير بفكرك، حتغير بتجربتك، حتغير في يمكن ردات فعلك لتجربة معينة، لشيء يمكن أو مرحلة من حياتك مريت منها. هذا الكتاب أنا قريته بعد تجربة مريت منها في حياتي. كان بعدها عندي كمية غضب، كمية غضب وكمية لوم لنفسي. وأنت لما بتكون عندك لوم لنفسك بيكون في تخبط في شخصيتك، فحلو أنك تتعرف على الأسباب وتكون بتدور على حلول. فأكثر من صديق نصحني في كتاب السماح بالرحيل، قال لي هند إذا قريت هذا الكتاب مفهومك في الحياة حيتغير. قلت سمعت هالجملة كثير، ما أظن لهالدرجة، سمعتها كذا مرة. أحياناً كأنه بتكون ضاقة جذب، أنه خلاص هذا الشيء لازم تعمله في هذا الوقت، أو أنت جاهز لتقرأ ربما هذا الكتاب. يمكن لو قريت هذا الكتاب في العشرينات ما كنت استوعبته. كنا لسه كمان عم نحكي عن هذا الشيء، وأنا مؤمنة أنه الكتاب الصحيح بلاقيك بالوقت الصحيح. صح، أنت بتكون مثل بحاجته الشخص مثل الشخص الصح، إذا محظوظ بتلاقيه بالوقت الصح. نعم. التجربة اللي مريتي فيها هند كانت تجربة خسارة، فقدان، ألم؟ كان أكثر من خسارة، كان مثل الخذلان
لما يخذلك شخص يمكن أصعب مرحلة ممكن تمر فيها بحياتك، لأنه بتخليك تغير نظرتك لمفاهيم الحياة، لرؤيتك للأشخاص، لتعاملك مع الأشخاص، لأنه ممكن تتقبل أي شيء إلا أنه تكون شخص جزمت مثلا عليه أنه نو شخص كويس معدنه طيب، ويمكن تصرفاته غيرت مكانته عندك، بس أنت داخلك في صراع ما عم يتقبل، فبتصير بتلوم حالك، أنا اخترت غلط، أنا شفت الشيء بمنظور غلط، بتصير بتلوم يمكن حالك على سلوك معين، يمكن أنت بتصير بتحمل حالك المسؤولية. فمن بين الأشياء اللي استمتعت فيها من في كتاب السماح بالرحيل أنه رحلة إدراك للشعور الداخلي، لا يصير عندك تصالح مع ذاتك، فبيعطيك هقول لك منحنى تصاعدي روحاني تكتشف فيه خباياك لحتى تصححها، لحتى تكون سوي نفسيا في هذه الحياة. فمن الأشياء اللي أنا علمت عندي ويمكن اللي شدتني في هذا الكتاب، ومن الكتب الصعبة اللي ما فيك تقراها مرة واحدة، صعب يعني جدا، أنه اللوم هو مجرد طبطبة مؤقتة عبارة عن تخدير. اللوم الذات مثلا، فعبارة عن تخدير مؤقت بيخليك تعيش دور الضحية وتضلك بتلف في نفس الحلقة، ممكن هذا الشيء ياخذ منك سنين من حياتك وانت في نفس النقطة. وفي نفس الوقت بيخلي انه الاكسبكتيشنز او التوقعات اللي انت بتفرضها على الشخص بطريقة انت حسب منظورك، انت بتحط ثقل كبير على هذا الشخص، فانت بتسوي نفور بينك وبين هذا الشخص، صح، وبتخلي الخذلان منه له وقع اكبر. بس انا ما بعرف، يعني بحس لما الواحد يحب حدا سواء صديق أو حبيب أو زوج، عقد ما بتحبيه بقولوا العتب عقد المحبة، هاي من الأمثال الشائعة عنا، تتوقعي منه يبادلك المحبة، يبادلك التقدير، فطبيعي الإنسان يحط توقع، يعني أنا إذا أعطيتك وقدمت لك بدي أتوقع على الأقل تقدير، حب المقابل، ولا هل هذا خطأ بالمطلق؟ حقولك شيء دانا، أنت لما بتعطي بدون توقعات بتستقبلي أكثر، هذا اللي بيوريك إياه الكتاب. أنت لما بتحط حدود لعطائك، أنه أنا أعطيت هذا الشخص أنا بدي مردود، بس أنا لما مثلا بعطي لهذا الشخص بحب، بعطيه حب، بس استقبل الشيء اللي أنا أعطيته، مش الشيء اللي في توقعاتي أنه أنا هو لازم يعمل إياه. أنا حطيت عليه فرض، حطيت عليه شيء أنه هو لازم مثلا هذا الشخص، أعطيك بس مثال، أنا عزمت ناس وجبت لهم أكل وما بعرف شو، وجبت لهم تخيتور ما بعرف من وين، لما مثلا هم عزموني عملوا لي إشياء بسيطة، لا هم ما قدروني، تقدير داخلك مش في هذا الشيء. أنت ما بتعرف ظروف هذا الأشخاص، يمكن إمكانياتهم مش هي إمكانياتك، ظروفهم مش هي ظروفك، أنت ما تحط العلاقات لما بيدخلوا فيها الإكسبكتيشنز بتخرب، بصير في خذلان كتير. حبيت إنه الكتاب بيحسسني إنه أنا مملكتي بالحياة هي نفسي، دور على كل شيء أنت بدك إياه بداخلك، ما تدور عليه بالآخر. زي ما قلت بالأول هند، في ثلاث طرق خاطئة للتعامل مع المشاعر السلبية، حكى عنها الهروب، الكبت، والحديث أو التعبير عنها. لما مريتي بتجربة صعبة أو أي تجربة صعبة تانية، شو كانت الطريقة اللي بتلجأ لها أكتر؟ هل بتكبتي ولا بتهربي ولا بتعبري لصديق؟ كان عندي هروب، أقول لك عشان أنا مبسوطة من هالكتاب، أنا مبسوطة من النسخة الجديدة اللي أصبحت عليها من خلال النقاط الجميلة اللي في هذا الكتاب. أحيانا بيكون عندنا تعلق نحن مش واعيين عليه، مربوط بطفولتنا وبخبايا في شخصيتنا، في تركيبة شخصيتنا، والتعلق هو عبارة عن ماذا؟ عن سجن. أنت لما بتحط حالك وبتعلق حالك في عمل، في تجربة، في شخص معين أو أي كان، أنت بتدخل مشاعرك كلها في سجن. فأنت السجن لما تدخل هذا الشخص وهذه المشاعر في السجن، شو بيكون النتيجة؟ شو بيكون بدور هذا الشخص؟ بده حريته. صح، بتعرفي أنا بستعمل نفس الطريقة، بس وعيت على حالي من كم سنة، برافو، هي الهروب أو الكبت أكتر، تعبير مش كتير، لأنه دائما بحس لما أعبر عن شيء بيكبر، يعني المشكلة بتكون صغيرة بيني وبين حالي بتكبر لما أحكيها لحدا. بحاول أعود حالي أتغير، بس لما رجعت للروتس، وهند أهالينا بيحبونا
وبيربونا بأحسن طريقة هم شايفينها. بس اكتشفت أني أنا تربيت بطريقة أنه أنت بهاي الحياة لازم تكوني قوية، ما لازم شيء يكسرك، ما لازم تبكي، حتى لما تمرضي لازم تشدي على حالك. فاكتشفت أنه أنا تربيت على هذا الأساس ومشيت فيه طول حياتي. فكرت أنه الحياة لازم تكمل هيك، فكرت أنه أنا لو عبرت أو لو حزنت أو لو بكيت معناتها أنا ضعيفة. بيني وبين حالي مرات ببكي، بس دائما كنت أقول لا، أنا بدي أهلي يكونوا فخورين فيي أني أنا شخص قوي. كنت رابطة بين القوة وكبت المشاعر السلبية. ما هذا أحد الأسباب اللي أو من خلال كتاب السماح بالرحيل اللي الكاتب بيحاول يوضحها، أنه أي شيء هو داخلنا. السعادة، في ناس مثلاً تربط سعادتها دانا بأشخاص، بأماكن، بملابس، بسيارات، بتجارب، بشيء خارجي. شيء خارجي. على العكس من ذلك، السعادة يعني داخلك أنت اللي بتستثمر جواتك وبتعرف شو ما داخل السعادة بالنسبة لك. صح. أنت كل ما خليت السعادة في شخص أو في مكان أو في شيء ثاني، أنت أعطيته ريموت كنترول يتحكم فيك. يتحكم فيك 100%. يتحكم فيك. وحقول لك مثلا، إذا مثلا امرأة يعني اعتبرت أن السعادة في رجل، أوكي، ممكن هذا الشخص في الأول بيكون معطاء وعنده هيك هذا محمود درويش بيقول أريده من الحب أوله، لأنه أول الحب دائما حلو، بس أوله بيكون مثلا العطاء كبير كبير وكذا. بس مع الوقت أنا ممكن بمر بظروف، أنا ممكن بمر القلوب تتقلب، تغير الناس، بتتغير وكثير أشياء بيصير. أنا بتقل عليك لأنه أنا بدي نفس العطاء اللي أعطتني إياه داي وان، وبصير أنا بضغط عليك وبصير هذا. هنا بيبتدي اللوم وبيبتدي المشاكل وبيبتدي مثلا لا أنت ما كنت هيك، لا أنت تغيرت علي وأنت لا. كل ما كان في توازن وفي حرية في العلاقة، والحرية تشمل أكثر من ركن، حرية أنه ما يكون عندي ضغط عليك. وكل ما على فكرة أي شيء في هذه الحياة بس إذا تضغطه بينفجر، بيبتعد عنك، بيهرب منك. أي شيء تعاملت معاه دون تعلق دون ضغط وخليته متوازي، على فكرة الشيء قد ما أنت بدك إياه، قد ما توجه له طاقتك على أساس صار أو ما صار، أنا في رضا وفي سلام. لما توصل لهذه المرحلة أشياء سبحان الله تأتيك بدون مجهود لين ما عندك. وهذه الأشياء بيشرحها الكتاب على فكرة، وأنا هاي الأشياء كنت بؤمن بها جدا، بس أعطاني التأكيد يعني من خلال الكتاب، وخاصة أنه في تجارب تسعى إليه يسعى إليك. وما الشيء اللي تتعلق به بيهرب منك وينفر منك. على قد ما كانت كمية التعلق وعلى قد ما كان ضغط المشاعر، لأنه أحياناً أفكارنا بتقول لا أنا كنت مع الشخص كويس وكنت معطاء، أو حتى بالشغل لما يصير عندك مثلاً، أو الفكرة لما تيجي تنزل على رأس الشخص، أو مثلاً يقول لا أنا ممكن أخسر شغلي، أنا ممكن، الكتاب بيشرح هذا، أنا ممكن، أنت بتجذب نفس الفكرة اللي بتفكر فيها. أنت الطاقة اللي بتعطيها والمشاعر اللي بتوزعها ترجع لك بشكل غير مباشر. تعرفي هند، أنا مؤمنة أنه نحن مشاعرنا هي اللي بتحدد حتى ذكرياتنا. يعني مثلاً لما شخص يتحسر على حياة قديمة، مدينة كان عايش فيها وتركها، شغل قديم، مخك بنقي الأشياء الإيجابية وبتصير تشوفي كل شيء إيجابي بالماضي، وبتطلعي على حاضرك، بتغمضي عيونك عن كل شيء إيجابي فيه وبتركزي بس على السلبي، ما بتشوفي الحزني. من النقاط اللي فاجأتني كتير بالكتاب بصراحة، وحسيت أنه أنا كيف ما شفت الأمور قبل هيك. هذا من نوعية الكتب اللي بتخليك تفكري هيك. نقطة هي أنه أنت لما تحزن بسبب موقف، حزنك مقسوم لنصين، أو حتى يمكن أغلبه هو حزن متراكم جواك من أمور سابقة ما عالجتها وطلعت وانفجرت بهذا الموقف. قدي بتآمني بهذا الشيء؟ يمكن نقول لك بأنه في جزء كبير، يعني بنسبة 90% أنا بتفق معك، لأنه في جزء كبير بيأثر على شخصيتنا، بيأثر على طريقتنا في تعاملنا مع الأشخاص. فالواحد لما بيكون مثلا صغير ومر في مراحل ومفكر أنه هالمراحل يمكن سواء حزن أو فقد أو مش عارفة، يمكن انفصال أهل أو شيء، بكل تعبيعات على هذه الشخصية. في ناس بيسكروا هذا الباب تبع الطفولة أو الذكريات، بيسكروا مثلا عشان ما بدهم يتذكروا
أنت مثلا قلتي لما بترجعي وبتتذكري بتتذكري الأشياء جميلة. صح. في ناس مثلا، وأنا عندي صديقة مقربة كانت مرت من مراحل في حياتها، فلما راحت عند دكتور، لما وصلت لمرحلة وراحت عند دكتور لتسأله يعني شو السبب اللي بيخليها بتوقف، لأنه الأشياء بتلف إذا ما تعلمتي الدرس ترجعي تاخدي نفس الامتحانات كل مرة. فلما سألت، راحت عند دكتور يعني معالج دكتور نفسي، قالت له أنا كل مرة بمر من نفس الغلطة، في شيء فيني غلط. فقال لها يعني هيك، طب احكي لي على طفولتي. قالت له أنا ما بتذكر شيء من طفولتي، ما عندي، عامل بلوك. قال لها أنت أخذتي باب وسكرتيه لأنك أنت مش قابلة أشياء يمكن مرت من طفولتك فحبيتي أنك تمحيها، فأنت ما عندك، فعندك بلوك، فهذا البلوك منعكس على حياتك. على عكس مثلا في أشخاص بيمروا بتجارب مثلا وفاة في عمر معين، الواحد لما بيجرب فقد في عمر 6 سنين أو 7 سنين. صح. بتأثر، ممكن يصير عنده تعلق في، لأنه مثلا بيكون متعلق مثلا بجده أو بجدته، كان بالنسبة له رمز في العيلة، احتواء، أمان. فلما بيوصل لمرحلة معينة بيكون بيدور على نفس النقطة اللي هو فقدها لأنها لم تشفى في الصغر، مثل اللي عم بخبرك يا نعم. صح 100%. فبيضل هيك، فكلنا بيكون عندنا نقطة معينة تحتاج مش بس طبطبة، تفصيص، تحتاج إنه نواجهها. إيه. ونعترف إنها موجودة بالأول. ليش قلت لك تفصيص؟ إنك توقفي عندها وتواجهها وتتقبليها وتتعايشي مع كل المراحل اللي مثلا لنفترض هند كطفلة مثلا مرت منها، تعطيها، تزوديها بهالمشاعر اللي هي كان عندها فيها فقد لحتى تقدري تكملي حياتك. تعرفي هند، أنا عندي شغلة، بكون بالبيت حاسة إني متضايقة بس مش عارفة أعرف هاي المشاعر أو أتعامل معها، وأنا واجهت مشكلة بالتعامل مع المشاعر السلبية، بحط فيلم حزين بتزيدي اللي فاضل انهيار. لا بالعكس برتاح والله، لأنه بيكون فرصة إلي إني أفرغ لأني مش قادرة أواجه المشاعر الفعلية، فبفضل إني أعيش هاي القصة الخرافية أو القصة الفيكشنال. بس هاي بتكون مؤقتة، نرجع لنفس النقطة، برجع لنفس الدوامة، كأنك بتطبطبي على شيء لأني مؤقت. ما واجهت المشاعر الحقيقية، لأنك بتكون مثل الطبطبة المؤقتة. بس أنا قبل ما كنت أعرف، مثلا مرات بدون قصد بكون عم بشوف شيء مؤثر بس مش لدرجة البكاء الانهيار اللي بيصير معي وما أفهم ليه، هل أنا هالقد وبيصير معي موقف بالحياة ما بعرف أتعامل معه، ما ببكي، ما بحزن، بكبته وبكمل حياتي وبروح وبشتغل والحياة. يعني حخبرك عن موقف شخصي جدا. من كم سنة ابن أختي الصغير كان عمره 2.5 سنين وعمل عملية بمعدته. تخيلي طفل عمره 2.5 سنين وهو بعيد مش موجود جنبي. فأنا صحي من الصبح أيام كنت أقدم مواجيز الأخبار. وأنا ما بعرف أتعامل مع التروما الشخصية والأفكار السودة براسي، وأنا عملت لها بلوك وماسكة حالي وجامدة وطلعت وقدمت الأخبار. بهذا اليوم لما حكت معي أختي وقالت لي أنه الحمد لله عمل العملية وتمام، كنت قاعدة بالليل مش عارفة كيف أطلع، أنا عندي مشاعر ما طلعت، أنا من الصبح مش قادرة أطلع لا مشاعر الخوف ولا الغضب مرات أنه ليش طفل صغير عم بيصير فيه هيك، ولا كل هاي، ولا كمان أنه أنا قلقانة على أختي بهذا الموقف الصعب وشعور الذنب أني أنا مش معها. طلعوا المشاعر بس أخذ كتير وقت مني ليطلعوا، بحس لهلأ يمكن لسه ما طلعوا. فمع الوقت تعلمت هند أنه اللي عملته غلط، أنا كان لازم أتعامل مع مشاعري، كان لازم أصحى الصبح وأحس بمشاعري، أسمح لحالي أني أخاف، أسمح لحالي أني أزعل. فسعيدة أنه أنت وصلتي لهاي المرحلة، بعتبرها مرحلة ملكية. بس هقول لك هالمرحلة لو وصلت لها يعني أخذت مني تقريبا، أخذت مني هالمرحلة 5 سنين. 5 سنين كان عندي هروب كامل من كل المشاعر، يعني المشاعر ما بد، لدرجة وصلت لمرحلة أتذكر أني صورت فقرة في صباح الخير يا عرب، وقتها كانت عملية تجميل شفط دهون، كنت واصلة واقفة كشخص مجرد من المشاعر، كنت وصلت لمرحلة أن أنا صرت بخاف من نفسي. أصعب شيء في الحياة أنك تتجرد من المشاعر. ما تجردتي منها، أنت كابتيها أو هربانة منها. هربانة منها. بس بتصيري يعني لما تشوفي حدا بيجري عملية ولا شيء إنك واقف هيك، أنت بصير ما بتعرف حالك. إحنا من الناس لازم نحسن، لازم نفرح، لازم نحب، لازم نغلط، لازم نتعلم لحتى نكون عدينا كل مراحل الحياة بشكل صحيح ووصلنا ل
ممكن نقول للمرحلة الصح في حياتنا، مرحلة يكون فيها سلام ورضا وسعادة. يمكن السلام والرضا أهم من السعادة، صح؟ لأنه السلام والرضا بيعطوك سعادة. والسعادة بحسها لحظة، لحظة يعني بتروح يعني. لا شوفي لا لا أنا عملت نظرتي شوي سوداوية. أنا شكلي أنا شوفي أنا كنت هقول لك، أنا كنت بحكي لك على هالتجربة 5 سنين، كانوا لما بيحكوا معي كنت ما بشوف بيقول شو بيحكوا كذا وكذا، I'm fine. وخاصة أنه جات مع ظرف صحي فخلاص هربت للشغل، إنكار إنكار وشغل وأم فاين، شغل 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 شغل، والشغل ما بيأثر كتير ما شاء الله عليك. كنت بشتغل حوالي 16 ساعة، كنت بشتغل صباح الخير يا رب والأخبار وصدى الملعب. فوصلت لمرحلة وصرت بتوجه لقراءة القرآن، بالنسبة لي هذه يعني أول مديتيشن يمكن هي اللي بتعطيني تصالح مع الذات. بس كان في بالرغم في شيء جواتي حزين، كنت ما بعرف شو سببه، وكان الأغلبية بيقولوا لي بس ملامحك حزينة، بقول لهم I'm fine. بس أنا كنت جواتي بحس أنه it was like accumulation لتجارب لضغوطات لطفولة أثرت علي. وبالرغم لما كنت بحكي مع صديقاتي وكذا وبحكي بيقول لي حظك أنت سعيدة ما عندك مشاكل في حياتي، بقول لهم الحمد لله الحمد لله أنكم شايفين هيك. الحمد لله أني بعكس هيك. بس مع الوقت لما وقع في إيدي هذا الكتاب اكتشفت كل النقاط اللي أنا بكبتها واللي أنا عم بهرب منها، واللي خلتني وقف في وقت معين في مكاني، ما خلتني أتحرك. لأنه أنت لما ما بتواجهي بتضلي في نفس النقطة نقطة. وفي نفس المشكلة، نفس الدوامة ما لا تحترقي يعني من جوا، ما عم بتلاقي حل. بالعكس الواحد لازم يتقبل غلطه، الواحد أحياناً بيجلد نفسه لما بيرتكب غلط. نحن لازم نشوف من تجربة مثلا فاشلة، من غلط، من خيبة، من هذا، شو الجانب الإيجابي أو الدرس اللي أنا المفروض أتعلمه من هذه التجربة، والمفروض أكون أنا فعليا في هذه المرحلة جاهز لأتعلمه. على فكرة كل تجربة، أسوأ تجربة ممكن تمر في حياتك بتشوفها فيها جانب كبير إيجابي. في أشياء منمر فيها بوقتها منكون حسينا إنها نهاية الدنيا، إنه أنا من بعد هذا الموقف ما رح أقوم، ما رح أكمل حياتي. لكن ترجعي بعد بسنين بتطلعي أنا مريت وعديت، وطلع الموضوع مش الوحش أو اللي كان براسي. لمعت عينك لما حكيت هاي الجملة، خطر ببالك موقف أو شيء معين بحياتك؟ شوفي هقول لك، أنا اليوم ممتنة لكل شيء صعب مريت منه، لأنه مبسوطة جداً بهند اليوم. لأنه حتى لو سألتيني يمكن مروا مثل ما قلتي في يوم من الأيام بتمر من تجارب بتتوقع هي الأسوأ، ويمكن ما في أبواب حتنفتح بعد كل الأبواب تسكرت يعني ما راح تفتح. بس لما هلا برجع لذاكرتي للورا بقول أنا ممتنة لكل صعوبة، لكل شخص خذلني، لكل شخص يمكن كان ما حقول درجة سيء، كان درس، كان لألي درس، مش كان درس جميل مش نعمة جداً. بالعكس لأنه ما كنت حصير على قوية. نسبة من الوعي، وما كنت حتعلم. لأنه شوفي لو الحياة كلها بينك حفضل في نفس المرحلة، ما الحياة بينك في حدا حياته كلها بينك. وشغلي كنا عم نحكي عنها هند، إنه شخصيات الببليك فيجرز أو الشخصيات المشهورة في صورة معينة بيكونوها الببليك عنهم أو الناس، يعني اللي بيفوت على إنستغرام هند أو بشوف كارير هند بشوف نجاح ورا نجاح، متألقة بصباح الخير يا عرب وبصدى الملاعب وعلى المستوى الشخصي وعلى السوشيال ميديا شخصية مؤثرة، وبتشاركي محتوى إيجابي وفعال والناس بتحب تتابعك وتشوف صورك وتشوف أخبارك، بيكونوا صورة إنه هاي هند حياتها كلها وردية وما مرت بتجارب مثلنا، ما حزنت مثلنا. فشو بتقولي لهم من خلال انتي وقراءتك للكتاب؟ شو بحقول لك، الحمد لله انا طاقتي ايجابيه جدا. يعني انا ممكن اصحى الصباح تجيني فكره سوداويه اقول لا ما حخليكي تتمكني مني مثلا، لانه نحن بنتحكم في افكارنا. فممكن تجيني فكره كذا مثلا اليوم انتي يا هند مش في المود، اقول لا انا في المود،
أنا ممتنة، أنا بتقاومي هاي الفكرة طبعاً، بتعدليها بتصححي على أشياء. على فكرة أي فكرة ممكن تجيك وتخطر ببالك، أنت اللي بتتحكم فيها، أنت اللي بتتحكم في مشاعرك، أنت اللي بتتحكم في كل فكرة. أنت إذا بدك تكون سلبي هلا ممكن أنا ثواني أصير لك سلبية، أتذكر فلان مات وما بعرف شو صار معه، في مليون سبب وكذا وهيك وهيك. بتعرفي بحسها مع أنه التشبيه صعب شوي، في حزن ودراما والعكس. مثل الإيمان، أنت لا تؤمن بشيء، لو فكرنا بالمنطق رح تلاقي ألف سبب بيخليكي تآمني فيه وألف سبب خليكي ما تآمني فيه. لهيك في شيء روحاني بداخلنا هو اللي بيحركنا، في شيء بعيد عن المنطق والورقة والقلم. يعني لو شخص مثل هلا عم بيمر بأزمة، خسر عمله، ويمكن بفترة كورونا كتير ناس خسروا شغلهم وخسروا أحباء لإلهم، خسر شخص عزيز عليه، بتطلع على حياته بيقول بالورقة والقلم حياته سيئة، لا صح. عنده مصدر رزق وخسر الشخص اللي بيحبه. كل شيء على الورقة والقلم ممكن يوصلنا للاكتئاب والزعل، لكن لما نرجع زي ما قلتي لجواتنا ونحمل حالنا مسؤولية أو عبء الاعتناء بنفسنا وعبء سعادتنا، ساعتها منوصل يمكن نصير على السكة الصح. لما يكون في تغذية للروح بطريقة صحيحة. صح. أنا قلت لك لما بصحى كتير بيهمني أنه يكون جوي إيجابي. خبرينا عن روتينك الصباحي. أنا أول ما أصحى أوكي أول ما أصحى شوفي أقوم أروح مثل كل العالم، نغسل وجهنا نفرش أسناننا أروح أصلي، أخلص من الصلاة. أنا مستحيل أتكلم مع أحد وبعدني ما أفطرت. أول شيء لازم أفطر، يعني حتى لو قهوة ولا بدون قهوة، حليب أو أورنج، ما حدا يضحك أوكي مثل الأطفال يعني. فباخذ كوباية حليب مع شيء يعني بسيط، بعدين لازم أفتح تليفوني أشوف شو في شو الجديد في أخبار بالسوشيال ميديا، أعرف شو صاير بحكم عملك، لازم تكوني مطلعة على عملي وكل شيء. بعدين يمكن يكون عندي جيم، إذا أنا بساعدك الجيم كمان خلاص بتبتدي حياتي بطريقة جميلة جدا. بعدين تليفون مع الوالدة ومع أهلي، إذا ما في شغل، إذا في شغل أصلي أفطر أروح على أروح على العمل. وأنا في الطريق أنا بكلم نفسي بحكي هند شو محظوظة أنت اليوم. واو أنت إنسان محظوظة جدا. أنا بحكي، أنا قلت لك ولله الحمد ربي نعم علي أنه أنا عندي طاقة إيجابية جدا مع نفسي. أنت شو محظوظة اليوم، نازلة محممة شكلك نظيف ومرتب وركبة في سيارتك ورايحة في هذا الطريق وعندك شغل وعندك كتير نعم وماشي على رجولك نعمة بالصحة، أهلك طيبين، ربي كارمك بهدي وأعد النعم اللي ربي كارم عليها. فأنا واصلة بكون ابتسامتي أول ما أوصل على مدخل مثلا الشغل. حلوة هالطريقة بدي أجربها، جميلة جدا، لأن أنا وجهي ما بيتفسر الصبح لبعد ساعتين دوام. أنا المهم أنا أول ما أصحى لازم أبتسم، عندي ابتسامات هيك حتى البنت اللي بتساعدني في البيت، يا صباح النور كيفك جميلة شو حلو هنية يعني إحنا بقولوا عنا هنية الحمد لله. شوفي وقلت لك، ولما مثلا وزعلي قوي في نفس الوقت عشان ما يفكروني إنه بدعي المثالية ملاك يعني. لما سميت تعرف الأردنيين والمغاربة ما تقربي عليهم لما يزعلوا، فبكون ممتنة لكل النعم اللي ربي كرم عليها. في ناس بتكون يمكن أنا لما بحكي حتى لو أكون معصبة مثلا علي شغل كتير أو كذا، كل هند الحمد لله والشكر. في ناس بتدور شغل، في ناس مثلا بتدور صحة، في ناس بتدور أم تتصل عليها، ربي كرمك بالكثير، فاللهم لك الحمد والشكر. وأصير أحكي مع ربي ومع ربك مثلا أقول له والله إنك كرمني هيك، أقول اللهم لك الحمد والشكر، بعدين أحكي شكلك حلو وريحتك حلوة وريحة بطريقة عن جد. على فكرة مش عيب الواحد يتغزل بحاله، ما بعرف ليه الناس بتعتبر هذا الشيء ممكن يكون غرور أو أنا لا. إذا أنت ما حبيت حالك كيف ناس بدها تحبك؟ حبيت كتير اللي قلتي لأنه عملتي بالانس بين أنت روحانياتك وإيمانك وتقديرك للنعم بين مواجهتك عن جد لمشاعر السلبية اللي بتمري فيها. هذا بالانس يمكن يكون صعب. بدي أسألك هند وفيكي ما تجاوبي، يعني موقف معين حدد مين هي هند بومشمر مريتي فيه سواء كان إيجابي أو سلبي، حدد أنت مين؟ أقول لك موقف في عمري 6 سنين 7 سنين، كان أنا بحكم أنه أهلي كانوا منفصلين فكنت مع جدتي، فكنت روحي فيها معلقة فيها، وكانت هي ما شاء الله شخصية جميلة وقيادية وقوية وكذا. على فكرة أنا بشوف حالي طالعتيلها بشوف حال أنا بشبهها كتير، يمكن مش شكلا هي أجمل بكتير بس كشخصية في تقارب فيني. في تقارب كان حتى بيني وأنا وأختي، أختي ما بتتذكر لا ولا ذكرى، أنا بتذكر كل شيء. واو.
كان يوم هي توفت كان بالنسبة لي نقطة تحول. صرت إنسانة مسؤولة، تعلمت المسؤولية يوم هي توفت. حسيت حالي، تعرفي لما بتكوني طفلة وبتحسي حالك أنه صرتي مسؤولة ولازم أعرف ولازم أوقف كده وأطلع فيهم هم كيف بيعملوا. كانت نقطة تحول في شخصيتي، بتذكرها كويس. تعرفي وبتذكر ملامحها، بتذكر ابتسامتها وهي متوفية، بتذكر كل شيء. وسبحان الله مرة بحكي من وقت قصير مع أختي كذا كذا لما كانت جدتي، قالت لي أنا ما عندي ولا ذكرى عليها. أنتي كان عمرك 6 سنوات لما توفت. وأختي كانت يعني أكبر مني بسنة وشوي. تعرفي لأنه هي يمكن كانت السند بالنسبة لإلك، فهي لما رحلت الله يرحمها يا رب كانت بحس الأمان فيها. فحسيتي انه انا لازم اكون امان نفسي. أنا هلا عشان هيك انت اليوم شخصيه مستقله وقياديه، عرفنا السر الله يرحمها. وهي اكيد محل ما هي موجوده فخوره فيكي وعم بتشوفك الحمد لله، وبتقول انه هاي هي حفيدتي اللي انا ربيتها. شكرا. يعني زرعت فيكي شيء سبحان الله. هي كانت الشغلة، هي كانت قياديه، فاحيانا لما حتى بكون بالبيت بيقولوا لي بتشبهيها كثير، نفس البيهيفير نفس هذا، انا بحس حالي انه تشوفي حالك، بشوف حالي كثير في الموضوع. شو حلو، حلو كتير هذا الشيء، بدلك إنه الشخص يمكن مش ضروري تخالطه سنين طويلة، ممكن لقاء يأثر فيك بشكل كتير كبير. هند عبارة بالكتاب لحتى نختتم فيها بتحسي إنها أثرت فيك كتير وحابة تشاركيها مع الناس، ممكن ترجعي للكتاب. أرجع لك صراحة الكتاب مليان. شوفي ما ينفع تقريه مثل مرة واحدة، لازم تقريه مرتين وثلاثة لتستوعبيه، صعب جدا. أقول لك بس في معناه عميق جدا 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 ومفيد، حيكون نقطة تحول في شخصيات، يعني في شخصيات احنا كثيرة. عطينا الناس اليوم هيك لمحة. يمكن عن التوقعات استوقفني، أنه عندما نتوقف عن الضغط على الآخرين بسبب توقعاتنا، فإننا نخلق لديهم بداية ليستجيبوا لنا بعفوية وبإيجابية. فهذا كتير كتير مهم، لأنه التوقعات هي اللي بتحدد علاقتك مع الطرف الآخر، وبتأثر بشكل كبير على علاقتنا، حتى على شغلنا، على تجاربنا. التوقعات هي سواء بتخلي العلاقة تنجح أو تكون علاقة سلبية جدا. 100%. شكرا هند بو مشمر، شكرا على الحديث الحلو كتير اللي ما بدي يخلص، يعني مش مصدق أن وقت الحلقة خلص. شكرا لأنك شاركتي معنا شي خاص، وشاركتي كتاب عن جد غير فيكي، وبتمنى أنه الأشخاص ما يعتبروا أنه هذا البودكاست كافي وما هم بحاجة يقروا الكتاب أو يسمعوا، لأنه كل حدا عنده تجربته الخاصة مع كل كتاب حسب تجاربهم، حسب الأشياء اللي مروا فيها. شكرا لأنك كنتي مصدر إلهام بهالحلقة. شكرا ونورتينا. على فكرة أنا ما حسيت بحالي، بس حسيت حالي عم بحكي كتير انبسطت، وزي ما بنبسط فيكي لأنك إنسانة مثقفة جدا، وبنبسط دايما بالحديث معك. شكرا هند.